استاذ عصام، لو المباراه بكره بتتلعب والنادي الاهلي احرز الهدف، هتعلق عليها ازاي؟ وكان برضو الهدف زي القضيه ممكن كده زي بتاعت مجدي قفشه، هتعلق عليها ازاي؟ شوف، في وقت قاتل ولا المباراه لسه؟ لا، في وقت قاتل طبعا. يعني تقريب خلاص انتصرت. ده انت بتاع القاتل يا استاذ عصام. خلاص بقى انا نحاول نجتهد في الدقيقه 90 والتعادل يسير الى اكسترا تايم. عراقه الاهلي، قيمه التيشيرت الاحمر بذكريات الاطاحه بكبار القوم في القاره العجوز. شباب الاهلي يضرب بايرن ويمر لفينال الحلم. الاهلي يحقق حلم الملايين. الجيزه، القاهره، امبابه شبرى من كل المحافظات وفي كل المدن. هبوط جماعي بالملايين في ليله القبض على نادي بايرن. نادي يساوي مليارات وليست ملايين. سهلة يا كابتن اسلام. يعني جميله جميله يا استاذ عصام، الله عليك. والله اتمنى ان انا اسمعها منك بكره، لانها ده بالنسبه لنا كاهلاويه حاجه جميله جدا جدا. طيب